طيب دي بوابة مجموعة السلطان برقوق، وده المدخل، دي الدور قاعة. هنلاقي طبعا هنا الباب ده خشب، شايفين حجم الباب، مفهوش لزق ولا مسامير، كله تعشيق. بعدين نشوف هنا حاجة جميلة أوي، هنلاقي اسم السلطان باروك. صباح الفل، صباح النور. هم ال 34 هنا؟ ها؟ السلطان باروك اسمه، وبعدين السلطان الظاهر عز راسه، وموجودة فوق تاني برضه. ده الممر في مسقط هوا، ممر مسقط هوا تاني، ده عشان التهوية الجيدة في المنطقة. ودي هنا مكان كانوا بيحطوا فيه أزيار المياه استخدام، شايفين طبعا هنا من خلال النافذة، شايفين السقف الزخرفة بتاعته مش طبيعية. هنكمل وندخل دلوقتي المكان، شايفين الأرضية عاملة ازاي، رخام معشق. وادي المسقط التاني، باب الصحن،